علشان نفهم الايفكت بتاع الار اف بالس دي، ممكن احنا نبص عليها بقى النت ماجنتايزيشن بيتحرك ازاي. هنلاقي ان هو اكشولي على الستيشنري يعني فريم اوف ريفرنس اللي هو الاكس واي وزي الثابتين بتوع المكنه، هنلاقي ان هو بيبتدي بيبقى هو هنا فوق كده يبتدي بيلف بيلف طول ما احنا حاطين ار اف ماجنتايزيشن بيلف كده. لو انا وقفت في اي لحظه هيبقى في الاتجاه ده كده، هيبقى هو فعلا الماجنتايزيشن بتاعي في الاتجاه ده كده، ويفضل يلف كده في الاتجاه ده. لو انا وقفت الماجنتايزيشن بالار اف فيلد بتاعي في اي وقت، هلاقي ان انا واقف في نقطه هنا يبقى لها كومبوننت على الاكس واي بلين. كويس. النقطه ان الحركه دي نفسها حركه معقده شويه، بيعمل حاجه زي بيعمل بريسيشن كده حوالين الاكس واي بلين، فعشان يديسكرايب الحركه دي، الحركه دي معقده شويه، فعشان نعملها ديسكريبشن بشكل اسهل بنعمل حاجه لطيفه جدا. احنا بدل ما هنستعمل ستيشنري اكس واي زي، لا هعمل حاجه اسمها روتيتنج فريم اوف ريفرنس. هتخيل ان الكوردينتس بتاعتي دي بتعمل روتيشن بنفس البريسيشن فريكوانسي بتاعت النيوكليس اللي انا ببقى انترستد فيها. يعني ايه؟ يعني الاكس واي دي بتعمل روتيشن كده هنا كده بنفس الفريكوانسي او بنفس السرعه اللي كان النت ماجنتايزيشن بيتحرك فيها حوالين الايه؟ حوالين الزي بلين او زي دايركشن. فمعنى كده بتكلم على ان لو انا جيت بقى رسمت الحاجه دي في الروتيتنج فريم اوف ريفرنس دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عباره عن ان انا كنت هنا واتحركت بقيت هنا وخلاص. يعني بقت فيري سمبل ارك. لان هي فعليا لو انا جيت دلوقتي شفت كده عند اي وقت هلاقي ان هو ده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وبعد كده بقى هنا وهكذا بينزل كده على طول. انا بس عشان هي بتلف، عشان الكوردينت بتاعتي ثابته، فالتراجكتوري بتاع الهيد اوف ذا نت ماجنتايزيشن بلاقي ان هي بتتحرك بشكل معقد. وانس ان انا خليت دول يلفوا بنفس الفريكوانسي بتاعت البريسيشن بقى عندي على طول التراجكتوري بتاعي بينزل كده. يبقى نفس الشكل اللي انا كنت شفته قبل كده، اللي هو عند اني جيفن تايم ببقى عارف ان في ثيتا عندي، بعمل فليبنج بانجل ثيتا اقدر اشوفها هنا بطريقه اوضح. فهو الروتيتنج فريم اوف ريفرنس از جاست ا كونفينينت واي اوف لوكينج ات الايه الفليبنج اللي بيحصل للماجنتايزيشن في الايه في وجود الار اف بالس. انما هو ما هواش حاجه مختلفه، هو بس مجرد ان هو بيوضح لنا الحاجه بشكل يبقى اسهل لنا بدل ما نبص عليها بشكل يبقى ايه يبقى معقد زي ما هو موجود في الستيشنري فريم اوف ريفرنس.